السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا في الدرس مساحة المربع. نبداو بإذن الله. إذا مساحة المربع، مثلا رجعوا المثال اللي شفنا الحصة الماضية في المحيط، عطاونا مثلا هنا 3 سنتيمتر. إذا الضلع تاعو غادي يكون فيه 3 سنتيمتر، وحتى هذا كذلك 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. المساحة ترمزوا لها بأس كبيرة، لا سوبرفيسي، مفهوم؟ إذن هي أول حرف في الفرنسية. مزيان، شحال عندنا المساحة؟ شنو هي المساحة؟ هي شحال من مربع عندنا الداخل ديال الشكل. كان عندنا السنتيمتر غادي نصيبوها بالسنتيمتر مربع، كان عندنا المتر نصيبو بالمتر مربع، كان عندنا المليمتر نصيبو بالمليمتر مربع. يعني مربع عنده مليمتر واحد، هنا سنتيمتر يعني مربع عنده سنتيمتر واحد. المساحة هي الضلع في الضلع، مفهوم؟ المساحة، مساحة المربع، مساحة المربع هي الضلع في الضلع، A في A ولا C في C، بحال 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 هادي، عفوا، بحال هادي بحال هادي بحال بحال، مفهوم؟ إذا الضلع شحال عطاونا هنا؟ 3، غادي نديرو 3 في 3، 3 في 3 9، 9 ماذا؟ عطوني سنتيمتر، ندير سنتيمتر مربع. رد معايا البال هنا، غنجيو لهنا، شوف شحال من مربع كاين لداخل، 1 2 3 4 5 6 سبعة، ثمانية، تسعة، يعني كاين 9 ديال المربعات متقيسة لداخل. هذا هو المعنى ديال المساحة. باش نقولو مثلا 20 متر مربع، يعني راه لداخل ديال هداك الشكل كاين 20 مربع، وكل مربع عنده 1 متر في الضلع، مفهوم؟ مثلا عندنا 500 كيلومتر مربع، يعني راه في هذيك المساحة عندنا 500 مربع، وكل مربع عنده 1 كيلومتر في الضلع ديالو. إذا هذا بالنسبة للمساحة. مثلا في التمرين يقدر يقول لي مثلا، غادي تلاحظوا في التمارين، يقول لك مثلا عندنا واحد الحقل مربع، حقل مربع الشكل، مفهوم؟ مساحته 49 مثلا، مساحته نخليو سميتو مساحته 49، نزيدو 490 متر مربع مثلا، ولا باش تكون عندنا العملية صحيحة نديرو هكذا 4900 متر مربع. أوجد ضلع هذا الحقل، ضلع هذا الحقل، مزيان. إذا المساحة هي الضلع في الضلع، يعني واحد العدد مضروب في نفسه. شكون العدد اللي نضربه في نفسه ويعطيني هذا 4900؟ بالنسبة لك هتجيك شوية صعيبة، ولكن هاد صفرين حيدو وشوف مع راسك. 49 شكون العدد اللي ضربه في نفسه يعطيك 49؟ هو 7 في 7، وهنا صفرين يعني مضروب في 100، وهاديك 100 شكون هي؟ 10 في 10. إذا راه شكون هو العدد؟ هو 70 في 70. إذا الضلع شحال تيساوي؟ تيساوي 70 متر. ديما هما تيعطيوك شي عدد مضروب في نفسه، نقدرو نوجدوه مثلا، نقول لنا مثلا 64 متر. إذا شكون هو هاد العدد هذا اللي تنضربوه في نفسه تيعطينا 64؟ هو 8 في 8. إذا راه غادي ندير هنا الضلع يساوي 8، عطوني متر مربع ندير متر، عطوني سنتيمتر مربع ندير هنا سنتيمتر. ديما تعطيوك شي عدد اللي مضروب في هادو ديال المربع، ديما تعطيوك شي عدد مضروب في نفسه. يقدر يعطيك مثلا 36 سنتيمتر، مثلا دي في ورقة دفتر ولا
مساحتها 36 سنتيمتر مربع. إذن المساحة هي الضلع في الضلع، شكون هو هذا العدد اللي غنضربو في نفسه يعطيني 36؟ هو 6 في 6. في هذا المستوى ديالكم تعطيو شي عدد مضروب في نفسه، إذن الضلع يساوي 6، هنا سنتيمتر مربع ندير هنا 6 سنتيمتر. إذا راه مثال بسيط، نتمنوا تكونوا فهمتوا المساحة. غنشوفوا من بعد، نمروا في الحصة الماجية نوروا المعين، غادي نخدموا فيه حتى هو نفس الشيء بإذن الله. إذا حاولوا تركزوا عليهم وتعاونوا، راه يبان لكم هذاك الشيء بسيط، ولكن راه من بعد غادي يتجمع. فاش غادي يتجمع غادي يولي تيتلف لينا. إذا نضبطوا ما حدوا في البداية ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.